السلام عليكم، ده برنامج مجاني اسمه اوبن اي اف سي فيور. خلينا نفتح اي ملف كده اي اف سي، تقدر تشوف الملف وتعرف كل المعلومات اللي انت عايزها عن المشروع دوت. طبعا الـ IFC ده حاجة مشتركة بين كل البرامج اللي بتشتغل في مجال البيم، عملته بيلدينج سمارت، ودي منظمة غير هادفة للربح. المقصود بيها انها تعمل تبادل للملفات بين البرامج المختلفة. يعني في برنامج بيشتغل بامتداد معين وبرنامج تاني بيشتغل بامتداد اخر، فكلهم يقدروا يصدروا اي اف سي بحيث ان انت تقدر تفتح الملف دوت او تعمله اكسريف وتقدر تشوفه وتكمل الشغل على ملف تاني. نقدر نشوف الملف اهوت، نقدر نعمل فري اوربت، نقدر نعمل روتيشن بالشكل دوت، ونقدر نظبط الاعداد بتاعته، ونقدر نعمل زوم زي ما احنا عايزين، نقدر نشوفه برر او نقدر نشوفه بالشكل دوت، تقدر تاخد سناب زي ما انت عايز. طيب خلينا ندوس سكيب. دي طبعا العناصر الموجودة في المشروع ده، الجراوند ده هوت، ده الدور زيرو، ده ليفل تو، وهكذا. ممكن تشوف بقى من التوب، ممكن تشوف بقى من الليفت رايت، ايزومتريك زي ما انت عايز. ممكن اجي هنا من تولز واقول له ان انا عايز مثلا ارسم ريكتانجل بالشكل دوت، عايز ارسم مثلا كلاود. ممكن تقيس المسافة اللي انت عايزها بالشكل دوت، ممكن تقول له السكشن، عايزين نشوف السكشن في الاكس في الواي في الزد زي ما انت عايز، وهكذا. ممكن يعني الفكرة كلها ان انا بقدر اشوف المشروع واقدر ان انا اكتب كومنتات واقدر ان انا اراجع على المشروع بتاعي. وانا بيقول لي الاوبجكت اكسبلور او البروبرتيز اقدر اخفيهم واخفيهم زي ما انا عايز. اي حاجه تعملها سيلكت بتبدا تظهر الخصائص بتاعتها هنا.